والتعاون الحقيقة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة هنا يعني لابد في مبادرة خاصة برعاية النشأ. عايز أعرف وجه التعاون ما بين مبادرة رعاية النشأ في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأيضا المجلس القومي للطفولة والأمومة. خليني في الأول كده أعرف دور المجلس القومي للطفولة والأمومة. هو السلطة العليا المعنية بكل ما يخص الطفولة والأمومة، ومن أدوار المجلس هو اقتراح السياسات، ومن أدواره كمان هو التشبيك والتنسيق بين الجهات المعنية. الأسبوع اللي فات، في نص الأسبوع اللي فات، احنا تشرفنا بزيارة من سيادة النائبة والزملاء التنسيقية بالضبط، وهم جم شرفونا وعرضوا على المهندسة نبيل عثمان الخطوات اللي خدوها في المبادرة، وكان لقاء مثمر جدا. اتكلمنا احنا الطرفين عن الخطوات اللي اشتغلوا هم فيها والخطوات اللي احنا اشتغلنا فيها، سواء الخطوات اللي خاصة بلجان الحماية، خط نجدة الطفل، المبادرات اللي تمت قبل كده عن طريق المجلس القومي للطفولة والأمومة الخاصة بالتعليم زي ما حضرتك كنت بتحكي، الخاصة بالحماية زي ما حضرتك كنت بتحكي، والخاصة بالنشأ والطفولة المبكرة. كان في كمان زيارة خاصة ليهم بخط نجدة الطفل 16,000. أنا يعني بستغل وجودي هنا في المكان إن أنا أتكلم عنه. خط نجدة الطفل هو 16,000، هو خط خاص بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بيستقبل أي شكاوى خاصة بالطفل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع في سرية تامة من مبلغ. واللي بيختلف هنا إن هو بيتم إحالة الحالة ومتابعتها لحد الوصول لحلها. أنا كنت لسه أسأل حضرتك عن ده، يعني ماذا بعد التبليغ؟ أنا عشان أتصل على 16,000 خط نجدة الطفل، شفت طفل معنف، شفت حاجة أنا مش قادرة أستوعب إنه طفل موجود فيها، وأنا مش صاحب الحالة، أنا كواحد شفت ده أقدر أتوجه وأبلغ؟ إيه اللي بيحصل بعد كده؟ حضرتك تقدري تبلغي من غير ما تكشفي عن هوية حضرتك. بيكون في إحالة فورية للحالة للجهات المعنية، بيكون في متابعة إن هو المشكلة نفسها أو البلاغ نفسه يتحل لحد ما تنتهي الحالة تماما ونطمن عليها. يعني النهارده كمان كنا بنتكلم على مسألة تغيير القوانين الخاصة بالطفل في حال ارتكاب جرائم ما، ايه الجديد في هذا الامر؟ بالظبط، النهارده كان في مؤتمر رفيع المستوى لاطلاق المراجعه الاستراتيجيه نحو عداله صديقه للطفل في مصر. وده كان برعايه المجلس القومي للطفوله والامومه وبعض الوزارات المعنيه، وده بيتكلم عن عداله صديقه للطفل، سواء كان الطفل واقع تحت طائله القانون فعلا او هو مضطر ان هو يكون في احتكاك بالجهات القانونيه، سواء كان شاهد، سواء كان في نزاعات أسرية أو حاجة كده. لكن ملهاش علاقة بأنه الطفل يكون يعني داخل جريمة ما مثلا، يعني لا ليها بيحصل علاقة. بقتل خطأ بين أطفال بيحصل وبنشوف ده. طبعا طبعا ليها علاقة، ليها علاقة بهذا وإيه الوضع. وإيه الجديد في هذا المقترح؟ الجديد إن هيكون في استراتيجية واتجاه خاص بتغيير هذا الأسلوب نحو عدالة صديقة للطفل في مصر. هيكون في تدريب وتأهيل لكل الجهات المعنية اللي بتشتغل في هذا المجال، حتى تشريعيا